أهلا بكم. تواصل السعودية تقدمها في مجال التنافسية الرقمية ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعي التجارة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. تغريد صحيح يا عوض. الآن طبعا حول هذا الموضوع ينضم لنا من جدة الأستاذ أحمد زهران، رئيس الموارد البشرية في هانجر ستيشن. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أحمد. يعني في البداية نود أن تحدثنا عن جهود المملكة في تمكين التحول الرقمي، وأيضا لو تحدثنا كمان عن دعم قطاع صناعة التطبيقات الرقمية، واللي طبعا بان جهودهم وبان أيضا فائدة هذه التقنية في ظل جائحة كورونا. أول شيء أبدأ أقول السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وطبعا أوجه الشكر لجميع الحمد لله ما حققته المملكة. معلش الصوت مو هو واضح، ترى في تأخير الظاهر. نسمعك أستاذ أحمد. إيه أقول شكر للاستضافة الجميلة، أحب أمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين، وأحب أنتهز الفرصة هذه بالنيابة أو أعبر باسمي وباسم جميع الموجودين في القطاع عامة وبشركة هانجر ستيشن خاصة، أن أهنئ وأبارك لقادتنا وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقادتنا ووطننا وشعبنا بألف خير وأمن وأمان يا رب. بخصوص السؤال، الحمد لله ما حققته المملكة من إنجازات أو وصلت لريادة رقمية عالمية، طبعا هذا إنجاز كبير وتاريخي ونعتز كلنا ونفتخر فيه. فبالإضافة إلى نمو حجم سوق التطبيقات التوصيل كافة إلى ما يقارب 10 مليار ريال سعودي، فاليوم نشهد نمو في التجارة الإلكترونية بشكل جيد، وإلى الآن في 2020 كان النمو ما يقارب 14% مقارنة ب 2019، وقد جرى ترخيص أكثر من 3500 منصة جديدة حسب البيان اللي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا، والسعودية الحمد لله هي المرتبة الثانية عربيا ومرتبة 49 عالميا. وبدون أي شك ما كان لهذا النمو أن يتحقق إلا بفضل التحول الرقمي الذي أطلقته رؤية 2030، والتي تتحقق بجهود عدد كبير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اللي تبنت الاستراتيجية وطنية طموحة، وهذه الاستراتيجية طورت عديد من المجالات أو المحاور، منها البنية التحتية للاتصالات، تطوير القدرات الرقمية وتنميتها، إطلاق المشاريع الرقمية، وضع التشريعات والأنظمة الرقمية، وتمكين البيئة التنظيمية للتحول الرقمي. جميل أستاذ أحمد. كلنا تغريد والمشاهدين الكرام عشنا تجربة كورونا واللوكداون واعتمادنا الكلي على تطبيقات التوصيل سواء الطعام أو كافة الاحتياجات. نسأل الأستاذ أحمد إنه كيف شفتوا الشراكة بين والتفاعل والتكامل مع الأجهزة الحكومية وحصول هذه التجربة الناجحة في مرحلة الإغلاق في كورونا؟ الحقيقة كان من أكبر التحديات اللي واجهناها وواجهتها جميع زملائنا في قطاع التوصيل هو توفير أكبر عدد من المندوبين وفي نفس الوقت الحفاظ على الجودة. فحمد لله وبدعم كبير من الجهات الحكومية وطبعا بكفاءة فريق عمل هانجر ستيشن اللي كان يعمل على مدار الساعة لتجاوز هذه الصعوبات، نقول الحمد لله أنه عرفنا نتمالك أو نعدي هذه المرحلة. وطبعا الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ضمن هذه الصعوبات كلها، طبعا هذه الأشياء اللي عززت الثقة بأداء الشركة ومناديبها عند المستخدمين. جميل أستاذ أحمد، يعني لو تكلمنا عن الفرص الاستثمارية وأيضا دعم ريادة الأعمال الرقمية، قصة هانجر ستيشن تعتبر قصة جدا يعني كثير تلهم الكثير من الناس اللي حابين يدخلوا في مجال البزنس، وكيف بتواكب أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030 كشركة سعودية، فممكن شوي تحدثنا عن مستقبل هذه الشركة؟
والله شوفي، أنا حتى يمكن ما هدخل في التفاصيل، ولكن عامة الشركة لها مستقبل إن شاء الله واعد، والقطاع ككل لها مستقبل واعد. وأتوقع أنه من وجهة نظري في ثلاث عوامل رئيسية هتساعد نمو القطاع هذا في المملكة. وطبعا أولا تبدأ بأن المملكة العربية السعودية هي وفرت البنية الرقمية المثالية المتكاملة. جميل. واللي تكلمنا فيها سابقا. جميل. وثانيا الدعم الحكومي الواسع لريادي الأعمال في هذا المجال، وثالثا الخدمة نفسها وجودة أدائها أسهمت في تيسير وتسهيل حياة الناس. وأتوقع هذا الشيء سوف يحدث أو سيجذب استثمارات أكثر للمستقبل بشكل واعد. جميل. أستاذ أحمد، أيضا يعني يتبادر لكل من يشاهدنا اليوم وخصوصا في السعودية، هل تخلينا عن المطبخ المنزلي؟ هل أصبح الطعام عبر تطبيقات التوصيل نمط في ثقافتنا في السعودية؟ بلا شك أن القطاع هذا أو التوجه هذا في نمو، وهذا شيء جيد. طبعا هذه توفر حلول، وهذه جزء من ما هي أولويات أو الفاليوز أو الأشياء اللي تهم هانجر ستيشن، إن هي نوفر حلول، والحلول هذه لجميع مختلف الاحتياجات اللي في الدولة، منها كأزواج يعملون الاثنين الزوج والزوجة، فتوفير حلول مثل التوصيل وإن توصل سهولة للحياة وتيسر الحياة للمواطنين. صحيح. والمقيمين، هذا شيء جدا مهم وممتاز للمستقبل. جميل. طبعا نعرف أستاذ أحمد أن المجتمعات تختلف في ثقافتها أيضا الاستهلاكية، لو سألناك اليوم كيف أو ما هي العوامل اللي أسهمت في جعل تطبيقات تواصل أو تطبيقات التوصيل شيء مهم جدا عندنا في السعودية كثقافة استهلاكية؟ أتوقع تبدأ من رؤية 2030 والتحول الرقمي وأهمية الشيء هذا للدولة، وسوف تساعد في تسهيل طرق التجارة، إما التجارة الإلكترونية أو عن طريق التطبيقات أو جميع الطرق المتقدمة. فهذه الأشياء أتوقع هدفها هو تسهيل الحياة للمستهلكين أو المستخدمين، وهذا أكيد فيها مصلحة للمجتمع، للاقتصاد. جميل. ولجميع الأطراف. هذا شيء مهم. جميل أستاذ أحمد. أيضا الناس غالبا مع كثرة هذه التطبيقات في يعني أعتقد أنه واجب اجتماعي وواجب وطني في تطوير القطاع وأيضا التدريب والتوظيف، يعني ربما في صورة ذهنية عن العمل في هذه التطبيقات بأنه مسألة سهلة، ولكن حسب فهمي أعتقد أن هناك تدريب وأيضا تحقق من جاهزية هؤلاء. صحيح، وأتوقع إنه هذا القطاع ليس زي ما يقولوا له فترة طويلة، وفي خلال 10 سنين اللي راحت صار في تطورات كثير، وساهمت القطاع الخاص والقطاع العام في تطوير وتنمية الكوادر في مجال التقنية المعلومات من هيئات. فهذا أكيد بلا شك مسؤولية على الشركات ومسؤولية اجتماعية، وإحنا في هانجر ستيشن ندرب بشكل مستمر الموظفين من زي ما يقولوا من الجدد حتى الناس المتقدمة، لها تدريبات مختلفة. وبلا شك أنه في برامج تقوم فيها الدولة مثل طويق ألف، وأتوقع هذا لها مستقبل جدا واعد في تنمية القطاع هذا وتقدمه، نكون إحنا إن شاء الله من الرواد في القطاع هذا في المستقبل بإذن الله. يعني كمان في شغلة نبغى نتعرف عليها أكثر سويا مع المشاهدين أستاذ أحمد، أنه إحنا تعرفنا على قصة هانجر ستيشن من ناحية الإنجازات، ولكن نبغى نعرفها أكثر كمان من ناحية الأرقام المتعلقة بهذه الإنجازات. والله ما إذا في أي أرقام محددة ممكن تحدديها، لأنه صراحة ما متأكد إيش قصدك بالأرقام. يعني مثلا أقصد كإنجازاتكم بالأرقام، يعني خلال ظل الجائحة نتكلم مثلا كم شخص سعودي استخدم تطبيق هانجر ستيشن مثلا، وكم شخص عمل أيضا في التطبيق. بالضبط. وأنتم كفريق عمل يعني كمان أستاذ أحمد كيف كم عددكم تقريبا؟ واضح جدا. لا سؤال جيد، وهو ما شاء الله إحنا تقريبا أكثر من 1000 موظف، ونسبة السعودة عالية جدا ما شاء الله. إحنا أكثر من 1000 موظف، وطبعا كعملاء تتعدى أرقام صراحة ما يحضرني رقم تحديدا، بس أكيد فوق الآلاف إذا مو أكثر من الملايين، فهذا بشكل مستمر في تزايد، فصعب الواحد يتذكر الأرقام صراحة. ولكن إحنا هذا شيء جدا يهمنا أن نقدر نتوسع ونخدم أكبر شريحة ممكنة في السعودية في المناطق المختلفة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، كنت معنا من جدة.
الأستاذ أحمد الزهران رئيس الموارد البشرية في هانجر ستيشن، كان معنا من جدة للحديث عن تطبيقات التواصل التي كانت جزءا مهما في حياتنا جدا بالتأكيد في 2020.